خلال المنتدى الحضري العالمي، الرئيس السيسي يعلن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والاستراتيجية الوطنية للتحضر الأخضر. خلال مباحثات هاتفية مع نظيره الإيراني، وزير الخارجية يحذر من عواقب استدراج المنطقة لحرب إقليمية. حزب الله يستهدف مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية، وقوات الاحتلال تعلن استهداف قيادي بارز للحزب في غاراتها بالجنوب. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري. أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن النسخة الحالية من المنتدى الحضري العالمي التي تستضيفها مصر تأتي في وقت حاسم يواجه فيه العالم أزمات دولية متلاحقة وحروبا لها تداعيات مدمرة على المدن والتجمعات السكنية وعلى كل مناحي الحياة فيها. وشدد الرئيس السيسي في كلمته بافتتاح النسخة 12 من المنتدى الحضري العالمي، شدد على ضرورة حشد الجهود والإرادة السياسية لإحلال السلام ووقف النزاعات والصراعات، وتركيز الجهود على مجالات التنمية وإعادة الأعمار والبناء. تأتي هذه النسخة من المنتدى في وقت حاسم يواجه فيه العالم أزمات دولية متلاحقة وحروبا لها تداعيات مدمرة على المدن والتجمعات السكانية وعلى كل مناحي الحياة فيها، وهو ما يستدعي حشد الجهود والإرادة السياسية لإحلال السلام ووقف النزاعات والصراعات، وتركيز الجهود على مجالات التنمية وإعادة الإعمار والبناء، إذ يستحيل البدء في أي خطوات جادة لمواجهة التحديات الحضرية في مجتمعات تعاني من الحروب والاقتتال والنزوح والمجاعة والمرض. وأكد الرئيس السيسي أن المعاناة اليومية التي تعيشها شعوب منطقة الشرق الأوسط تتطلب استجابة فورية وفعالة لوقف نزيف الدماء والدمار والشروع في البناء والتنمية. وأضاف الرئيس السيسي أن مصر حريصة على تقديم كل سبل الدعم لأشقائها لوقف العنف وتخفيف حدة التداعيات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه. ولعل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من حروب وصراعات، خاصة الحرب الدائرة في قطاع غزة ولبنان، خير مثال على الخسائر الفادحة التي تتكبدها الدول جراء إعلاء صوت الحرب والصراع على حساب السلام والاستقرار. إن المعاناة اليومية التي تعيشها شعوب تلك الدول تتطلب استجابة فورية وفعالة لوقف نزيف الدماء والدمار والشروع في البناء والتنمية، وتحرص مصر دائما على تقديم كل سبل الدعم لأشقائها لوقف العنف وتخفيف حدة التداعيات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه. وحول النهضة العمرانية التي تشهدها مصر، أكد الرئيس السيسي أن مصر حققت في السنوات الماضية إنجازات كبيرة في مجالات العمران والتنمية الحضرية، بما يخدم أهداف الاستراتيجية الوطنية رؤية مصر 2030. وأضاف الرئيس السيسي أنه تم تنفيذ مبادرات ومشاريع ضخمة، على رأسها مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري والمناطق العشوائية، ومبادرة سكن لكل المصريين. رغم ما يحيط بنا من أزمات، حققت مصر في السنوات الماضية إنجازات كبيرة في مجالات العمران والتنمية الحضرية، بما يخدم أهداف الاستراتيجية الوطنية رؤية مصر 2030، حيث تم تنفيذ مبادرات ومشاريع ضخمة على رأسها مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري والمناطق العشوائية، ومبادرة تكافل وكرامة لدعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً، ومبادرة سكن لكل المصريين التي تعد أكبر مشروع إسكان اجتماعي موجه لمحدود الدخل في مصر والعالم بأسره.
وبمناسبة إطلاق نسخة المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة، أعلن الرئيس السيسي عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والاستراتيجية الوطنية للتحضر الأخضر. وأضاف الرئيس السيسي أن الاستراتيجيتين تهدفان إلى تعزيز الجهود الوطنية القائمة في مجالات التحضر استنادا إلى المعايير الدولية للاستدامة والشراكة. اسمحوا لي بهذه المناسبة أن أعلن عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والاستراتيجية الوطنية للتحضر الأخضر الهادفتين إلى تعزيز الجهود الوطنية القائمة في مجالات التحضر استناداً إلى المعايير الدولية للاستدامة والشراكة. We'll be right back.
هذا وقد شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح المنتدى الحضري العالمي في نسخته 12 والمنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية. حضر افتتاح المنتدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أنا كلوديا روسباخ. وشاركت أيضا في المنتدى وفود أممية ودولية رفيعة المستوى لتتوجه أنظار العالم صوب مصر وتجربتها التنموية الحديثة ولبحث معالجة قضية التحضر العالمي وإيجاد حلول لأزمة الإسكان العالمية. هذا وقد توسط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صورة تذكارية مع القادة وزعماء المشاركين في المنتدى الحضري العالمي في نسخة 12 والمنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية. وفي كلمته بالمنتدى أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن دولة فلسطين تشارك هذا العام في المنتدى في ظل الدمار وجرائم الإبادة والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني. وطالب عباس المجتمع الدولي بالعمل على محاسبة دولة الاحتلال ومعاقبتها على جرائمها، كما طالب بتنفيذ القرارات الأممية بشأن فلسطين. تشارك دولة فلسطين هذا العام في المنتدى الحضري العالمي التابع لبرنامج الأمم المتحدة في ظل الدمار وجرائم الإبادة والتطهير العرقي وجرائم سرقة الأرض والموارد الطبيعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا في كل من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. إن هذا يفرض علينا تحديات كبيرة تعيق جهود التنمية الحضرية المستدامة في أكثر من 60% من أرض الضفة الغربية وكامل مدينة القدس الشرقية، عدا عن تدمير أكثر من 80% من مساكن ومرافق ومستشفيات ومدارس قطاع غزة. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن اختيار مدينة كبيرة بحجم القاهرة لاستضافة المنتدى الحضري العالمي شكل تحديا كبيرا، لكن الدولة المصرية تغلبت عليه بحسن التنظيم. وخلال مؤتمر صحفي في افتتاح المنتدى عبر مدبولي على أمله في أن يخرج المنتدى بنتائج مهمة يكون لها تأثير مباشر على التنمية الحضرية. اختيار مصر واختيار القاهرة تحديدا ده شيء يعني رسالة مهمة جدا بتقدير منظمة الهابيتات للمدينة القاهرة وكل الفعاليات والمشروعات والاستراتيجيات اللي بتنفذها الدولة المصرية. والحقيقة أنا سعادتي يعني النهاردة مشتركة، يعني ويمكن عدد كبير من الحاضرين لا يعلم أن أنا قبل ما تولي مسؤولية وزارة الإسكان كوزير إسكان ثم رئيس وزراء أنا كنت بنتمي للهابيتات، أنا كنت مدير إقليمي للدول العربية في منظمة الهابيتات. الشيء أيضاً المهم اللي لازم حضراتكم تبقوا عارفينه أن الهابيتات لما كانت بتنظم هذه النوعية من المنتديات في الغالب بتفضل أن تكون في مدينة ثانوية أو مدينة صغيرة، لأن بيبقى عندهم دايماً تخوف أن تنظيم هذه الفعالية في مدينة عاصمة دولة دايما بيبقى لديها المشاكل والتحديات وممكن تخلق ضغط على يعني الحركة داخل المدن، فدائما كانوا يفضلوا التنظيم هذه الفاعلية في مدينة صغيرة علشان يبقى تأثيرها مش كبير. ولكن كان اختيار القاهرة في حد ذاته تحدي، قاهرة 22 مليون نسمة، فإن النهاردة يعني تنظم فيها هذه الفعالية ويبقى هناك ثقة إن حركة الدخول والخروج وانتظام وتنظيم الفعاليات لهذا المنتدى بتواجد عدد ضخم جدا زي ما حضراتكم سمعتوا الأسماء 37 ألف مسجل، عندنا 72 وزير، عندنا 96 محافظ وعمدة مدينة،
بالإضافة إلى المختلف يعني ممثلي المجتمع المدني، قطاع الخاص، الحكومات، كل ده كان حيمثل تحدي لهذه المدينة عشان نقدر إن احنا نضمن الحركة من وإلى مقر المنتدى. بدورها أكدت أن كلوديا رزباخ المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات أن القاهرة مدينة عريقة تزخر بالتراث. وأوضحت رزباخ أن الأمم المتحدة اختارت تنظيم المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة من أجل التحدث مع الحكومة المصرية حول فرص التنمية المستدامة. هذا المنتدى يقام في القاهرة، بلد التاريخ وأيضا بها قوة الماضي والحاضر والمستقبل، فإنه بالتأكيد هي عودة مرة أخرى للمنتدى إلى أفريقيا لأول مرة منذ أول منتدى في نيروبي في عام 2002، فهناك التطور مناقشة التطورات الحضرية، فإن هذا هو الحدث للأمم المتحدة لمناقشة ميثاق المستقبل الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2024. فإن المنتدى الحضري العالمي هو بالتأكيد تحالف كبير للتحول، وإن هذه رؤيتنا، فلابد أن نتغلب على مشاكل الإسكان وأن يكون هناك وإيجاد حلول للتحديات التي نواجهها مثل الفقر والصراعات، وبالتأكيد يحتاج إلى تعاون كبير بين أصحاب المصلحة المتعددين، وبالتالي لابد أن ننخرط جميعا في دفع وتطبيق الخطة التنمية الحضرية المستدامة. هذا وافتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المعرض المقام على هامش المنتدى الحضري العالمي، يرافقه وزيراء التنمية المحلية والإسكان ومندوب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وكذلك محافظ القاهرة. وقام رئيس الوزراء بجولة تفقدية داخل أروقة المعرض الذي يضم أجنحة الدول المشاركة في أعمال المنتدى التي تبرز مشروعاتها وجهودها في قطاع الإسكان والتنمية الحضرية. للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا مباشرة من قاعة المؤتمرات المنارة للمؤتمرات متابعة للمنتدى الحضري في نسخته 12 جرمين إبراهيم، مراسلة التلفزيون المصري. جرمين، ضعيني في صورة المنتدى وافتتاح السيد الرئيس الذي كان منذ قليل لنسخة 12 من مدينة القاهرة. نعم، بعد التحية ما زلنا نتابع معكم في هذه التغطية المستمرة على مدار اليوم وأيضا 4 أيام قادمة فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نسخته 12 والتي تقام تحت شعار كل شيء يبدأ محليا، لنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة، وذلك خلال الفترة من 4 حتى 8 من الشهر الجاري بتنظيم من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية تعاون مع الحكومة المصرية. تابعنا منذ قليل الافتتاح الرسمي لفعاليات هذه النسخة من المنتدى، وتابعنا أيضا التصريحات الخاصة بالرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في الافتتاح الرسمي، والذي أكد على أن المدن العمرانية بتشهد تحديات كبيرة خلال الفترة الحالية من تغيرات مناخية ونظرة في المياه وزيادة سكانية، مما يتطلب حلول جديدة فعالة ومبتكرة. وأكد أيضا على أن هذه النسخة تأتي في وقت حاسم لما يحدث في العالم من أحداث بيستدعي حشد الجهود لتحقيق السلام وإعادة الأعمار. كما أكد الرئيس في كلمته أنه برغم الأزمات التي تحدث في محيط الدولة، ولكن استطاعت مصر أن تحقق عدد كبير من الإنجازات بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. ذكر عدد من المبادرات كمبادرة حياة كريمة وتكافل وكرامة وسكن لكل المصريين، وأيضا ما قامت مصر بتحقيقه من بناء مدن جيل جديد من المدن كالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العالمين الجديدة، وأيضا تطوير العشوائيات، كما أعلن عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والاستراتيجية الوطنية للتحضر للأخضر، وأكد على أمل أن يخرج هذا المنتدى بتوصيات تستطيع تحقيق
تحقيق أهداف التنمية المستدامة. الحقيقة أنه الافتتاح الرسمي لم تكن هي الفعالية الوحيدة التي حدثت اليوم، ولكن تابعنا منذ الصباح وحتى هذه اللحظة عدد كبير من الفعاليات. كانت البداية مع احتفالية برفع أعلام مصر والأمم المتحدة للإعلان عن انطلاق أعمال هذا المنتدى. أيضا كان هناك افتتاح للمعرض الذي يقام على هامش هذه النسخة من المنتدى، والافتتاح كان بحضور رئيس الوزراء والسيدة أنا كلاوديا، وهي المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. وأكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي خلال الافتتاح أن هذا المعرض يعتبر بمثابة منصة تستطيع عرض الابتكارات العالمية في مجال التنمية الحضرية، وأيضا الإسهامات المختلفة من جانب الحكومة الوطنية والشركات الخاصة وأيضا مختلف المؤسسات. أيضا كنا نحضر المؤتمر الصحفي والذي جاء صباح اليوم لرئيس الوزراء، والذي أكد فيه أنه اختيار مصر لاستضافة هذا المنتدى وهذه النسخة هو بيعكس الثقة الكبيرة في الجانب المصري، وأيضا ستكون فرصة للحاضرين لزيارة عدد من المشروعات التي قامت الدولة المصرية بتنفيذها على مدار السنوات الماضية على أرض الواقع، وهو ما يتوافق مع ما يدعو إليه هذا المنتدى من تحقيق تنمية عمرانية. جميل. ماذا عن فعاليات أيام المنتدى القادمة؟ وبالحديث عن ذلك فذلك يقودنا نعم، يعني كان هذا حديثي أنه في على مدار الأيام القادمة سيكون هناك عدد كبير من الفعاليات. نحن نتحدث عن أكثر من 500 فعالية ستكون على مدار الأيام القادمة، تتنوع ما بين جلسات نقاشية وحوارية ومائدة مستديرة على مستوى الخبراء والوزراء بحضور كبير، يعني لمناقشة عدد من الموضوعات، منها التحديات الحضرية العالمية، أيضا إيجاد حلول للأزمة السكنية أو أزمة الإسكان العالمية، وأيضا تبادل الخبرات حول التنمية المستدامة بهدف تحسين نوعية الحياة في المناطق الحضرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بحضور كبير سواء من وفود أممية ودولية أو من جانب ممثلي حكومات إقليمية ووطنية. متحدث عن أكثر من 35 ألف مشارك من 180 دولة حول العالم. وكما أكد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه يعني هذه النسخة تشهد الإقبال الأكبر على الإطلاق مقارنة بكل النسخ السابقة، ونحن نتحدث أنه مصر يعني بتستضيف هذه النسخة كأول دولة إفريقية منذ النسخة الافتتاحية التي كانت في دولة كينيا منذ 20 عاما، وثاني دولة عربية بعد أبوظبي التي استضافت النسخة العاشرة من هذا المنتدى، مما يعكس الاهتمام من قبل القيادة السياسية باستضافة هذه النسخة لتسليط الضوء على النجاحات والإنجازات التي حققتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية. منتدى في غاية الأهمية، وانطلاقه من القاهرة تحديدا يحمل الكثير من المعاني. أشكرك جرمين إبراهيم، مراسلة التلفزيون المصري، متابعة للمنتدى الحضري في نسخة 12 من قاعة المؤتمرات المنارة. التقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية مريم بنت علي بن ناصر المسند. استعرض اللقاء أطر التعاون بين البلدين وكذا بين الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي في البلدين الشقيقين. أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني التركيز خلال أعمال المنتدى الحضري العالمي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للملتقيات بحضور وزيرة التنمية المحلية ووكيل أمين عام الأمم المتحدة، حيث قال وزير الإسكان إن سياسة الدولة هي تنفيذ برنامج قومي طموح سكن لكل المصريين لضمان توفير السكن الملائم الميسر للجميع. استقبل وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان أولف سكوتش. وأعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر لقيم الاتحاد الأوروبي بالاطلاع بموضوعية على التطور الذي يشهده ملف حقوق الإنسان وتوضيح حقيقته أمام مختلف الدوائر الحكومية والبرلمانية في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، مؤكدا اعتزام مصر مواصلة الجهود المبذولة لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في ظل تحديات وظروف اقتصادية صعبة وواقع إقليمي مضطرب.
أجر وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي اتصالا هاتفيا مع نظيره السوداني يوسف أحمد الشريف، حيث أكد على خصوصية العلاقات المصرية السودانية ومثمنا ما تربطه العلاقة بين البلدين الشقيقين من روابط تاريخية عميقة سواء على المستوى الحكومي أو الشعبي. وخلال الاتصال استعرض الوزيران مستجدات الأوضاع الداخلية في السودان، حيث عرب وزير الخارجية عن دعم مصر الكامل للمؤسسات السودانية مشددا على ضرورة احترام السيادة السودانية ووحدة وسلامة الأراضي السودانية. وأكد وزير الخارجية أن مصر ستظل تقف بجوار السودان الشقيق في ظل الظروف الدقيقة والمنعطف التاريخي الخطير الذي يمر به حتى يتجاوز هذه المرحلة الصعبة. شدد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي على ضرورة اتخاذ كافة الأطراف بالإقليم خطوات تسهم في منع التصعيد بالمنطقة وتحقيق التهدئة. وخلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية إيران عباس عراقجي، شدد عبد العاطي على ضرورة الحذر من استدراج المنطقة إلى حرب إقليمية لن تحقق مصلحة أي من الأطراف وتؤدي إلى تداعيات خطيرة على شعوب المنطقة. وكذلك أكد عبد العاطي موقف مصر المطالب بضرورة تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية وانتخاب رئيس توافقي للبلاد دون تدخلات خارجية. أجرى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو. استعرض الوزيران بشكل مفصل تطورات الأوضاع في لبنان وجهود البلدين في التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان، كما استعرض الوزيران الجهود الراهنة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية في ظل تردي الأوضاع الإنسانية في القطاع. أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي على أهمية تعزيز العلاقات المصرية الكندية في كافة المجالات وعلى رأسها المجال الاقتصادي والتجاري. وخلال لقائه وفدا من مجلس الأعمال المصري الكندي، استعرض وزير الخارجية الإصلاحات الواسعة التي طلعت بها الحكومة المصرية لتحديث السياسات الاقتصادية والمالية لجذب الاستثمار الخارجي والإجراءات التي اتخذتها لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال في مصر. أعلن حزب الله شن هجمات ورشقات صاروخية استهدفت مواقع ومستوطنات للاحتلال في شمال إسرائيل. وأوضح حزب الله أنه تم قصف وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون وعدد من المستوطنات برشقات صاروخية. كما أعلن حزب الله استهداف مدينة صفد المحتلة ومستوطنة الكريوت وشمالي مدينة حيفا برشقة صاروخية كبيرة، فضلا عن استهداف تجمعات لقوات الاحتلال بعدد من المناطق. هذا وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على لبنان تزامنا مع قصف واستهدافات مكثفة بالقصف الجوي والمدفعي تتعرض له القرى والبلدات اللبنانية في الجنوب والبقاع، حيث أعلنت قوات الاحتلال اغتيال القيادي البارز بقوة الرضوان التابعة لحزب الله رياض رضا غزاوي في بلدة السلطانية بجنوب لبنان. وشنت قوات الاحتلال سلسلة غارات استهدفت منازل بعدد من بلدات الجنوب من بينها محيط مدينة صور والبقاع ومحيط بلدتي البازورية وبتلي. بالتزامن شنت كذلك قوات الاحتلال قصفا مدفعيا استهدف بلدة عينيتا ومدينة بنت جبيل وبلدات مارون الراس ويارون وعيترون والخيام. إلى ذلك توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوجيه ضربات قوية لحزب الله خلال زيارة للحدود الشمالية مع لبنان. كما أكد نتنياهو أنه يجب إبعاد حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني سواء عبر التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار أو بدونه، مشددا على ضرورة منع الحزب من إعادة التسليح. في الوقت الذي يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه معاقل حزب الله اللبناني، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحدود الشمالية مع لبنان وتوعد بتوجيه ضربات قوية للحزب. نتنياهو أكد أنه يجب إبعاد حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني سواء عبر التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار أو بدونه، مشددا على ضرورة منع الحزب من إعادة التسلح. وكانت صفارات الإنذار دوت على امتداد الحدود الإسرائيلية الشمالية مع لبنان
لبنان، حيث يتواجه الجيش الإسرائيلي مع حزب الله. وأكد الجيش الإسرائيلي إطلاق نحو 100 صاروخ من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية، حيث تم اعتراض بعضها في حين سقط البعض الآخر في الخلاء. ونفذ الجيش الإسرائيلي ضربات في جنوب لبنان استهدفت مناطق سور وحارة صيدا، وفي شرق لبنان استهدفت سلسلة غارات منطقة بعلبك ومحيطها بعد ساعات من توجيه الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلائها. وأعلن حزب الله أنه استهدف بعدد من الصواريخ وللمرة الأولى قاعدة حيفا التقنية، وهي تتبع لسلاح الجو الإسرائيلي وتحوي كلية تدريب لإعداد تقني سلاح الجو. حزب الله أعلن أيضا شن هجوم بمسيرات انقضاضية على قاعدة عسكرية أخرى تبعد حوالي 20 كيلومتر جنوب شرق حيفا. ومنذ 23 سبتمبر تكثف القوات الإسرائيلية ضرباتها على معاقل الحزب الله في لبنان، وشنت هجوما بريا في جنوب البلاد في 30 سبتمبر. وتقول إسرائيل إنها تريد القضاء على الحزب في المناطق الحدودية ومنع إطلاق الصواريخ، وتشترط انسحاب الحزب إلى شمال نهر الليطاني للسماح بعودة 60,000 نازح من شمال إسرائيل. نشرة أخبار السادسة من التلفزيون المصري لا تزال مستمرة مع حضراتكم وتتابعون فيها. قوات الاحتلال تواصل عدوانها على أنحاء قطاع غزة، وتبلغ الأمم المتحدة رسمياً بقطع العلاقات مع الأونروا. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على أنحاء قطاع غزة لليوم 395 على التوالي. واستهدفت قوات الاحتلال منازل في بيت لهيا شمال قطاع غزة ومخيم النصيرات بوسط القطاع وشرق مدينة خان يونس. كما نسفت قوات الاحتلال مربعا سكنيا في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، تزامنا مع استهداف من طائرات الاحتلال المروحية لشمال شرق المدينة. قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينا إن حكومة الاحتلال تضرب بعرض الحائط جميع الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني. وفي تعقيبه على قطع إسرائيل رسميا العلاقات مع وكالة الأونروا، أضاف أبوردينا أن إسرائيل ماضية في استهداف الأونروا بهدف تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة وعرقلة أنشطتها ودورها. دعت عائلات المحتجزين الإسرائيليين إلى إجراء تحقيق في تسريب وثائق سرية على يد مساعد سابق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. واعتبرت عائلات المحتجزين أن هذه الممارسات قد تقوض الجهود الرامية إلى إعادة المحتجزين من قطاع غزة المحاصر وتهدد فرص عودتهم. واتهم بيان لعائلات المحتجزين أفرادا مرتبطين برئيس الوزراء بتنفيذ واحدة من أكبر عمليات الاحتلال أو الاحتيال في تاريخ البلاد. وصلت كاميلا هاريس ومنافسها دونالد ترامب حملة أخيرة لكسب الأصوات في الولايات القاسمة قبل ساعات على موعد الانتخابات التي تشهد تقاربا تاريخيا في التأييد. وصوت أكثر من 76 مليون شخص مبكرا قبل انتخابات الغد في وقت تظهر فيه الاستطلاعات تعادل نتائج المرشحين في هذه المرحلة إلى حد غير مسبوق. في محاولة لحشد الأصوات وتوسيع قاعدة الدعم الشعبي، يواصل مرشحان كاميلا هاريس ودونالد ترامب حملاتهما الانتخابية. وفي آخر التحركات على الأرض، شهدت مدينة إيست لانسينج بولاية ميشيغان تجمعاً كبيراً بقيادة المرشحة الديمقراطية كاميلا هاريس التي خرجت لتطلق وعودها بالتغيير، متعهدة بطي صفحة من السياسة القائمة على الانقسام. هاريس التي أعلنت الإدلاء بصوتها في الانتخابات مبكراً عبر البريد، تعتبر هذه الانتخابات واحدة من أهم المحطات
الديمقراطي في تاريخ الولايات المتحدة، حيث أشارت في التجمع الانتخابي بإيست لانسينغ إلى أن ولايات مثل ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن تمثل مفاتيح رئيسية لنجاحها، خصوصا بعد استعادة الرئيس جو بايدن لهذه الولايات لصالح الديمقراطيين عام 2020. وكان الديمقراطي باراك أوباما اكتسح هذه المنطقة في انتخابات عامي 2008 و2012، لكن ترامب استطاع الفوز في ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن عام 2016. ليبقى السؤال الأهم، هل سيتمكن الديمقراطيون من الحفاظ على تأييد هذه الولايات أم سيعيد ترامب قلب الموازين مجددا لصالحه؟ وعلى الجانب الآخر، قال المرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب في تجمع انتخابي في ليتز بولاية بنسلفانيا إن بلاده كان لديها أكثر الحدود أمانا في تاريخها وقت أن غادر البيت الأبيض، مشددا على أنه ما كان يجب أن يغادر لأنه قام بعمل جيد جدا على حد قوله. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة في عهده كان لديها أفضل اقتصاد على الإطلاق. وفي ظل هذا التنافس الشرس، ينتظر العالم كله بترقب لمعرفة ساكن البيت الأبيض الجديد في الانتخابات التي قد تكون الأهم في تاريخ الولايات المتحدة. انتهت السلطات الأمريكية من الاستعدادات النهائية لاختيار الرئيس الأمريكي الجديد بين المرشحين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كاميلا هاريس. هذا وقد أصدرت السلطات الأمريكية تعليمات مشددة بإغلاق المتاجر والمحال خشية اندلاع أعمال عنف أثناء الانتخابات. كما أغلقت السلطات مداخل البيت الأبيض بمتاريس حديدية من كافة الاتجاهات والطرق. هكذا بدت العاصمة واشنطن قبل يوم من الانتخابات الرئاسية الأمريكية. المتاجر أغلقت أبوابها بألواح خشبية تخوفاً من أعمال عنف قد تصاحب عملية الاقتراع أو بعد إعلان الرئيس الجديد للولايات المتحدة. وتحسباً لأعمال الشغب، فضل أصحاب هذه الأعمال الإغلاق التام لحماية أموالهم من السرقة ولعدم إحداث تلفيات قد تكلفهم الكثير. وقد أقدم هؤلاء على ذلك بعدما أصدر كل من وكالة الاستخبارات الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالية ووزارة الأمن الداخلي تعليمات مشددة من أن أعمال عنف وشغب قد تطال الناخبين والأسواق وأماكن الاقتراع. وقد وثقت عدستنا هذه اللقطات الحصرية التي تعكس خوف السلطات الأمريكية من وقوع ما لا يحمد عقباه، وآثرت إغلاق مداخل البيت الأبيض بمتاريس حديدية من كافة الاتجاهات والطرق المؤدية إلى شارع بنسلفانيا حيث مقر البيت الأبيض، الأمر الذي جعل المواطنين في حالة ترقب وحذر. نعم، نحن نشعر بالقلق، ولكننا نأمل أن يقبل الخاسر النتيجة، لأن ما دون ذلك فالكل سيخسر. ولمسنا من خلال تواجدنا في الشارع الأمريكي أن المواطن مهتم بالقضايا الداخلية بشكل كبير، وفي مقدمتها الاقتصاد والصحة والهجرة غير الشرعية، كما أنه يريد من ينعش أسواق المال وإعادتها إلى مستوى أفضل في ظل معاناة الكثيرين في توفير متطلبات الحياة. ما يهمنا الاقتصاد، وهي قضية بالغة الأهمية، ومثلها قضية الهجرة. الأمور ليست سهلة في بلدنا. حسب الخبراء الأمنيين هنا، فإن العنف السياسي المتمثل في محاولة اغتيال أحد المرشحين أشعل انتخابات 2024، محذرين من أن المخاطر المحتملة ترتفع بعد يوم الانتخاب. في الوقت الذي يترقب فيه الأمريكيون السكن الجديد للبيت الأبيض، اتخذت الأجهزة الأمريكية تدابير أمنية قصوى تحسباً لوقوع أعمال شغب أو أعمال عنف مصاحبة لعملية الاقتراع وإعلان نتيجة الفائز بمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. من واشنطن، إيمان التوني، التلفزيون المصري. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك على هامش الدورة 12 للمنتدى الحضري العالمي التابع للأمم المتحدة والمنعقد بالقاهرة. أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيد الرئيس السيسي دعم مصر قيادة وشعبا للقضية الفلسطينية، ورفض كافة أشكال التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أو الضفة الغربية،
مع استمرار الجهود المصرية المكثفة الهادفة للهدنة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية والعمل في الوقت ذاته على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو من عام 1967 وفقا لقرارات الشرعية الدولية. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أكد دعم مصر للسلطة الفلسطينية وبذلها جهودا كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجه القضية الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الدقيق. من جانبه عرض الرئيس الفلسطيني رؤيته لتطورات الموقف وأعرب عن شكره العميق للدور التاريخي والجهود المضنية التي تبذلها مصر بلا انقطاع لدعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يدرك ويقدر دور مصر الداعم وما قدمته وما زالت تقدمه من مساندة لفلسطين على جميع الأصعدة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إقرار زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي يتم تطبيقها بدءا من شهر نوفمبر الجاري وتداول قائمة بأسعار تلك الشرائح. وأكد المركز أن القائمة المتداولة خاصة بالأسعار التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024 في ظل السعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج. وشدد المركز على أن الأسعار الحالية للغاز الطبيعي سواء المخصص للمنازل أو للأنشطة التجارية هي المعمول بها منذ شهر سبتمبر الماضي دون تطبيق أي زيادة جديدة عليها في الوقت الحالي. تفقد وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو الأكاديمية المصرية للفنون بروما، وأكد وزير الثقافة أهمية استمرار التعاون بين قطاعات الوزارة المختلفة في مصر والأكاديمية في روما بما يسهم في تحقيق رؤية الوزارة لنشر الثقافة والفنون المصرية على المستوى الدولي وكذلك تعزيز التبادل الثقافي بين مصر وإيطاليا ودول أوروبا. قال محافظ شمال سيناء خالد مجاور أنه سيتم حفر وصيانة 25 بئرا زراعية إضافة إلى توزيع شتلات الزيتون على المزارعين المستفيدين من شبكات الري بالمجان في قرى المحافظة. احنا عندنا في ثلاث مراحل، المرحلة الأولى 30 فدان، المرحلة الثانية 90 فدان، 60 فدان، المرحلة الثالثة 90 فدان. كل مواطن بيتم تقديم شبكات الري ليه ومصدر المياه موجود عنده وبيتم تزويده بالشتلات المطلوبة، وما يخص المواطن في المنظر اللي احنا شايفينه ورانا ده 2 فدان. ونتحول في نشرتنا إلى أخبار الاقتصاد، أخبار مال والأعمال وليلى عمر. ليلى شكرا محمد، شكرا هبة، وننتقل لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. قال وزير المالية أحمد كوجوك إن الحكومة ماضية بكل جدية في بناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، مشددا على استخدام أدوات السياسة المالية المتنوعة لزيادة دوره ومساحة القطاع الخاص وتمكينه من قيادة الأنشطة الاقتصادية. جاء ذلك خلال لقاء عقده مع أكثر من 60 مستثمرا مؤسسيا أجنبيا عبر الفيديو كونفرنس، حيث أكد كوجوك على وضع الدين وخدمته للناتج المحلي الإجمالي في مسار نزولي من خلال استراتيجية متكاملة، مع العمل أيضا على تحسين مؤشرات الدين الخارجي. توجه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب لتركيا وذلك في زيارة هامة تتضمن عقد لقاءات مكثفة مع عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال ومسؤولي اتحادات الأعمال والشركات لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. تستهدف الزيارة تعريف مجتمع الأعمال التركي بالفرص والمقومات الاستثمارية في مصر وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا بالسياسات المالية والنقدية والتجارية تيسير على المستثمرين وتيسير منظومة التصدير والاستيراد.
شارك وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي في حفل الافتتاح الرسمي للنسخة 40 من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول أدباك 2024، والذي تستمر فعاليته حتى 7 نوفمبر الجاري بحضور عدد من وزراء الطاقة ورؤساء كبرى شركات الطاقة العالمية. تهدف هذه النسخة لاستكشاف الدور الرئيسي للذكاء الاصطناعي والتمويل في تسريع عملية الانتقال العالمي في مجال الطاقة. ويشهد الحدث هذا العام إطلاق 3 مؤتمرات جديدة بمشاركة شخصيات رائدة من قطاعات التمويل والتكنولوجيا والشباب ودول الجنوب العالمي للعمل على صياغة مستقبل طاقة أكثر استدامة وشمولية، حيث يعد المؤتمر أحد أكبر الفعاليات الخاصة بصناعة الطاقة على مستوى العالم. قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك هيثم الغيص إن لدى المنظمة نظرة إيجابية جدا إزاء الطلب على النفط في الأجلين القريب والبعيد. وخلال فعالية لقطاع الطاقة في أبوظبي أكد الأمين العام لأوبك أن هناك بعض التحديات وأن ما تسمى بذروة الطلب لن تحدث، الاقتصاد العالمي مستمر في النمو. وأضاف الأمين العام لأوبك أن تحقيق نمو بنسبة 5% لا يزال معدلا جيدا جدا لدولة بحجم الصين، حتى لو كانت تحقق وما يصل إلى 10% في السنوات المقبلة. ختام جولتنا الاقتصادية عودة مرة أخرى لهبة ومحمد، إليكم من جديد. أشكرك ليلى. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، ولا يتوقع لنا سوى التذكرة بأبرز العناوين. خلال المنتدى الحضري العالمي، الرئيس السيسي يعلن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والاستراتيجية الوطنية للتحضر الأخضر. خلال مباحثاته الهاتفية مع نظيره الإيراني، وزير الخارجية يحذر من عواقب استدراج المنطقة لحرب إقليمية. حزب الله يستهدف مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية، وقوات الاحتلال تعلن استهداف قيادي بارز للحزب في غارتها بالجنوب. نهاية نشرة 6 أتتكم من على شاشة التلفزيون المصري، شكرا لكم. إلى اللقاء.